الدولة بتجرم استخدام المخدرات لتخفض الطلب على المخدرات لليوم بعد ما انخفض هيدا العدد. قانون المخدرات اللبناني بيجرم فعل استخدام المخدرات وبيعرض مستخدمي المخدرات للتوقيف من 3 شهور ل 3 سنين بالحبس. بنفس الوقت القانون بيعترف انه المخدرات استخدامها والادمان هن مساله صحيه. هيدا تناقض بيفرجي انه في حاجه لتعديل القانون، لانه بولا اي حاله صحيه اخرى القضاء بيتحرك وقوى الامن تتحرك. يعني مثلا اذا حدا عم بيعاني من السكري واكل سكر ما منوقفه وما منلحقه قضائيا. بال 2011 سكون والشركة تبعها كتبوا مشروع قانون لتعديل قانون المخدرات اللبناني، وتم تقديم هذا القانون لمجلس النواب من بعد معركة كتير طويلة بال 2017. بس اليوم 21 سنة من بعد ما صدر قانون المخدرات بال 98، مشروع القانون ما بقى يتطابق 100% مع طموحاتنا اليوم، اللي هي إنهاء تجريم استخدام المخدرات وإلغاء المادة 127 من قانون المخدرات. كل سنة 3000 شخص بيتوقف بتهمة استخدام المخدرات، و 3000 ل 6000 شخص غيرهم بيتحقق معهم على أساس نفس التهمة. أغلبية الأشخاص اللي بيتوقفوا لا استخدام المخدرات عمرهم بين 18 وال 35 سنة. لازم نعيد النظر بالسياسات المتعلقة بالمخدرات، لأنه عم نعرقل حياة شباب لبنان والفئة العمرية الأكثر الفعالة أكثر شيء بالمجتمع. من وقت ما صدر القانون إذا عم نعمل حسابات كتير بسيطة، في 3000 شخص بيتوقف بالسنة، يعني في حوالي 70000 شخص توقف بتهمة استخدام المخدرات. بالمقابل في بس in total 1500 شخص انحالوا على العلاج، يعني في 68000 شخص نزل نقطة على سجلهم العدلي وهول حياتهم تغيرت. أرقام الموقوفين بتهم استخدام المخدرات بيضخم الشغل الأمني اللي بينعمل، لأنه وقفنا هالقد أشخاص وضبطنا هالقد مخدرات. النظام كمان بيستفيد من تهم استخدام المخدرات لقمع فئات غير مرغوبة بالمجتمع، مثلاً المتظاهرين. إذا ما كانوا قادرين يتهمون بالشغب لأنه هن أصلاً ما كانوا بالساحات، بيقدروا يتهمون باستخدام المخدرات لأنه الدليل بيكون بجسمهم. بس هيدا كمان طريقة للنظام أنه يشيل المسؤولية عن نفسه ويقول أنه العالم اللي عم تتظاهر ضده أو ضدنا هن بيستخدموا مخدرات وأكيد منهم بكامل وعيهم. وبهالحالة بيكون النظام استخدم مسألة صحية ليقمع أشخاص. نظراً لأنه ممكن يكون في انتخابات بال 2022، نحن حابين أنه الأشخاص اللي عم يتنظموا سياسياً واللي نشأوا من بعد 17 تشرين يكونوا شركاء بالمطالبة بإصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات، لأنه إصلاح هيدي السياسات ما بتتعلق بس بالأشخاص اللي بيستخدموا المخدرات، بس بتتقاطع مع كذا موضوع كل العالم بتطالب فيه، مثل مثلاً كيف الدولة بتصرف مصرياتها، وين بتقرر إنه تحط كل مواردها، هل لازم نصرف أكثر على ملاحقة الأشخاص وعلى البوليسينج، أو بدنا نصرف مصرياتنا على الصحة. إنهاء تجريم استخدام المخدرات هو أولوية. الخطوات الجاية هو أنه نفكر ببوليسي سولوشن، كيف نطبق هذا المفهوم.